Baik, Dewan Hakim yang terhormat, peserta dengan nomor urut tampil 30 atas nama Aminatus Zakiyah Az-Zahra akan membacakan surah Asy-Syu'ara ayat 10 halaman 332. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني فأرسل إلى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. صدق الله.